الله عن آله وأصحابه أئمة الهدى وأطعمنا معهم يا رب العالمين. بحث كبير وموضوع مهم يتردد صداه بشكل دائم مستمر، وبخاصة لما يكون الوقت أو الزمان أو الظروف مساعدة على هذا البحث وانتشار. الموضوع هو هذه الفرقة الحاصلة بين أبناء المسلمين. وهذا الشأن بحث كما قلت عظيم خطير كبير ومتشعب جدا، وله ذيول وله تفصيلات وجزئيات تحتاج إلى بحث مطول. سنحاول أن نلم بشيء مما يتعلق بهذا، لأن الأمر كما قلت مهم لعموم الناس. الله سبحانه وتعالى امتن علينا كمسلمين فقال: يا أيها الذين آمنوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذا أراد أحد أن يصفك فقل: وصفي الوحيد هو الإسلام، أنا مسلم. بالتالي لما منذ أكثر من شهرين تقريبا كنا نبحث عن أحكام الشريعة ونقول: قال الإمام الشافعي وقال مالك وقال أحمد وقال الترمذي وقال فلان وقال فلان، هل هؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ وهل أنا إذا اتبعت واحدا من هؤلاء ينطبق علي هذا الوصف الرباني فأكون حائدا عن منهاج الحق؟ هذا الأمر خطير يا أيها الأحبة. إن كان كذلك فلا ينبغي علي حينها أن أتبع إماما من أئمة المسلمين، ولا أقبل بكلامه ولا أمشي على أي شيء قال به. إذا كنت كذلك أيضا فأنا من أصحاب الأهلية لأن أفهم الكتاب الكريم وهو القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة تلقائيا. قال: يعني بإمكانك أنت كإنسان لا تريد أن تتبع هؤلاء العلماء لأن أناسا يصفونهم بأنهم من الذين فرقوا دينهم. جميل، فبإمكاني أنا كفرد أن أفتح المصحف الشريف وأنظر في أي آية فأفهمها بفهمي أنا وأخذ منها بالمباشر بشكل مباشر بحسب فهمي أنا، وإن كنت لا أعرف معنى آية فأنظر في تفسير هذه الآية. لكن هؤلاء الذين فسروا هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. طيب، نظرت في حديث فلم أفهم معناه، أريد أن أخذ به على حسب فهمي أنا. هناك كلمات لم أعيها، أريد أن أبحث في شرح الحديث، من شرح الحديث بهذا الفهم المغالط هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فأنا سأفهم مباشرة. وأنت والآن في زماننا أكثر من مليار ونصف مليون مسلم، فكل واحد يفهم بالفهم الذي يريده، يفسر الآية بحسب ما يفهمه هو والحديث بحسب ما يفهمه هو ويأخذ ويقضي. إن كان كذلك فحي هلا وامضي في هذا الطريق. وإن كان الأمر لما ذكرته الآن يحتاج إلى مراجعة تقول: ماذا يقول الأستاذ الشيخ هو؟ معقول أنا ثلاثة أربعة القرآن لا أعرف أقرأه، مو أفهمه، ما بعرف بقرأه من أصلا، الأحاديث 95% لم أسمعها في حياتي، ما سمعتها في كثير من الأحاديث لما أفتح كتابا ما سمعتها، أنا أول مرة أقرأه في حياتي. إذا أنت وأنا لسنا من أهل الأهلية في فهم القرآن والسنة بشكل دائم. قد نفهم الآيات الصريحة الواضحة، قد نفهم الأحاديث التي لا يختلف اثنان على فهمها، أحاديث تأمر بالصدق، أحاديث تنهى عن الكذب، أحاديث تنهى عن الغش، هذه أحاديث كل الناس تفهمها. أما جزئيات الأحاديث التي تتكلم عن الأحكام الشرعية
تفصيل الآيات التي تتكلم عن صفات الله ونحن لا نعلمها لأن الله تعالى غيبها عنا، صفاته نحن لا نعلمها، نفهمها فهما عاما. فيأتي أناس ليخوضوا في هذا الحديث أو في هذا الموضوع، ثم يصفون كل من بحث من العلماء من أصحاب القوة والأهلية والعلم والمقدرة على توضيح ما ذكر في القرآن والسنة وتبيينه للناس، يصفونهم بأنهم خالفوا الدين وفرقوا الدين وفرقوا أبناء الدين. هذا فهم غير صحيح، وهذا انحراف عن جادة الحق. هذه المسألة. المسألة الثانية، قلت منذ البداية في مثل هذه الأوقات تطرح هذه الأفكار. لما؟ أرسل إلي كلام يقول فيه صاحبه: نحن في هذه الأوقات، قال إن أوقات يعني في شهر ربيع الأول، بصراحة نرى ونسمع، وبخاصة بسبب كثرة وسائل التواصل الاجتماعي التي انتشرت في هذا العصر، أناسا علماء وغير علماء يرسلون إلينا: هل الاحتفال بالمولد النبوي جائز أم هو حرام وبدعة؟ فأناس يرسلون إلينا بأنه نعم احتفل به وهو شيء جميل وحسن وطيب، وأناس يرسلون إلينا بأنه حرام وبدعة وضلالة ولم يرد فالذي أرسل إلي يقول: أنا إنسان بسيط، ضعت بين هذين الأمرين، بأيهما أخذ وأيهما أقلد وعلى من أركز وعلى ما أعتمد؟ لا أعرف، أنا إنسان قد أضعت البوصلة، ماذا أتصرف؟ طيب، هذا الأمر يحتاج إلى بحث مطول هادئ لا يحتاج إلى الانفعال، لأن الانفعال لا يصل إلى غاية، وبخاصة في البحوث، في المناقشات، في الكلام الذي حصل عليه خلاف ولغط ورد وأخذ وقبول ورفض. يعتمد بعض الإخوة في مثل هذه القضايا في ذكر المولد النبوي مثلا على حديث مشهور بعضكم سمعه بعضكم لم يسمع، فيه لفظة: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقبلها وكل محدثة بدعة. نبدأ بذكر هذا الحديث والإشارة إلى ما فيه. أخرج الإمام أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة جليلة ذرفت منها العيون وخشعت لها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصي. استشعر الصحابة أن عظم هذا الكلام الذي وجههم إليه كأنه يشير إلى أن رسول الله يودع الدنيا، فقالوا: كأنها موعظة مودع أوصنا، ماذا نفعل إذا فارقت أنت الدنيا وبقينا وحدنا نحن، ونحن أنت جئتنا بالنبوة وقبلها كأنهم يقولون كنا ضلالا كفارا منحرفين بعيدين عن الحق، ماذا نفعل؟ فقال أول ما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كأن الحديث يصور ما سيجري، ورسول الله هو الصادق المصدوق، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي أعلمه الله بقدرته ورحمته كثيرا من المغيبات. قال الله تعالى: إلا عالم، يصف نفسه سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا ينظر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يعني قد يعلمه من غيبه. فرسول الله يعلم الناس مما علمه الله مما غيب عن البشر ومما أطلعه الله على ما سيحدث بعد عصره.
قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. آراء مختلفة متنوعة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إلى ها هنا ينتهي أو تنتهي رواية الإمام أبي داود والترمذي، عندهما في رواية واحدة وعند غيرهما تتمة لهذا الحديث، وكل ضلالة في النار، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعند غير الترمذي وأبي داود أو لعله في إحدى روايتيهما، وكل ضلالة في النار. جاء إخوة مسلمون ليقولوا إذن هذا الحديث أصل في هذه القضايا، وهذا كلام صحيح، هذا الحديث أصل في هذه القضايا، نؤسس عليه ونبني منه. كل محدثة بدعة، جميل، ما هي المحدثة؟ ثم قبله أو قبله في اللفظ يقول فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ. من هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون؟ أكثر العلماء لما شرح هذا الكلام قال الخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هم تاج المسلمين. لكن هل هذا يعني أن ليس هناك خلفاء مهديون من بعد رسول الله إلا هؤلاء الأربعة؟ قال يعني يصير هذا يجي يصير مثل الصحابة؟ طيب أنا ما قلت مثل الصحابة، الحديث ما قال مثل الصحابة، قال بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني الله يهديهم، الله يوفقهم، الله يسددهم إلى الحق. فإذا معنى الحديث يحتمل أن يكون هناك أناس من غير الصحابة، من غير الصحابة كانوا على الحق وعلى الالتزام ولهم هدى. من هؤلاء مثلا عمر بن عبد العزيز، ما هو صحابي، لكن كثير من العلماء من القديم قال هذا من الخلفاء الراشدين المهديين. ومر غيره أيضا من الخلفاء كانوا أهل صدق عبر العصور، عبر الدول المختلفة، كانوا أهل علم، كانوا أهل صدق، كانوا أهل جهاد، كانوا أهل استقامة، كانوا أهل محاربة للشر، أقاموا الدين. طيب إذن قد يكون بعد الخلفاء الراشدين خلفاء مهديون صالحون يقيمون شريعة الله، هذه واحدة. إذا كانت السنة فقط هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن في الحديث هذا يقول وسنة الخلفاء الراشدين سماها إيش؟ سنة، يعني سنة. طيب ما عملها سيدنا رسول الله؟ عملها أبو بكر وعمر وعثمان علي، صارت سنة. طيب هم، هو رسول الله قد مات، قال هم مهديون يعني يوفقهم الله، طيب سماها سنة؟ إيه سماها سنة، يعني يجوز إطلاق السنة عليها؟ إيه يجوز. طيب ما فعلها رسول الله؟ ولو كان يجوز، هو الذي سماها سنة. إذن فلنتوقف قليلا قبل أن نقول كل شيء لا يجوز، كل شيء حرام، بهدوء. طيب عضوا عليها بالنواجذ، هذه السنة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ما المحدث وما البدعة؟ المحدث هو الشيء الجديد، لما أقول حدث هذا يعني قبل ساعة ما كان حادثا، معناه هو شيء جديد الآن حصل. طيب البدعة، قال الله تعالى واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال يعني ما كنت بدعا، أي ما كنت إنسانا شاذا عما جاء به الرسل قبلي. الرسل كانوا بشرا وأنا بشر، الرسل كانوا يأكلون وأنا أكل، الرسل خرجوا بين الناس فدعوا وأنا دعوا، الرسل تعرضوا للضرب والإيذاء والإهانة والسباب والشتيمة والتعدي على الجسم والمال وأنا تعرضت، فأنا لا أختلف عنهم في شيء. فإذا بدعا يعني شيئا مميزا لا يعرفه أحد من الناس ولم يسمع به أحد من الناس. فالبدعة إذن هي كل شيء جديد حادث لم يكن من قبل. طيب فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
الحديث يقول كل محدثة، كلمة كل تفيد العموم. لما أقول جاء كل الطلاب يعني كل الطلاب، جاء كل العلماء يعني كل العلماء. طيب هل يمكن أن يستثنى من لفظة كل الأشخاص؟ إلا إذا كنا إذا قلنا كل معناها كل، لا يمكن أن يستثنى مخلوق واحد. هذا الكلام من أين نأخذه؟ من كلام العرب. من أين نأخذه؟ من القرآن. من أين نأخذه؟ من السنة النبوية. لو قلنا كل، هذه لفظة عند العرب تفيد العموم، هذه لفظة تفيد العموم، هل يمكن استثناؤها؟ نعم. قال نجب، من أين تأتي بهذا الكلام أنه يمكن استثناؤها؟ مثلا قال الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء. طيب الآن مثلا في العلوم الحديثة يحاولون النظر والبحث عن وجود الإنسان، عن وجود الكائنات الحية، الحيوانات غير ذلك، يبحثون فيجدون بعض الحيوانات بعض لا تولد من المني. الماء المقصود به هنا المني، ماء الرجل وماء المرأة، يعني لما يختلط ثم يتكون منه الكائن الحي. وجدوا بعض المخلوقات لا تتكون من هذا، بعض الحشرات، بعض كذا لا تتكون، يعني في الظاهر الآن على حسب بحثهم. فهل هذا يعني أن الآية فيها خطأ؟ حاشا لله. ما المعني بذلك؟ المعني أنه في الأعم الأغلب أن الله خلق كل دابة من ماء. هل يمكن أن يستثنى بعضها؟ يمكن، يمكن، لا مانع من ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل إذا قلنا عموم مطلق لا يستثنى منها أحد، معناها يدخل الأنبياء في كل، معناها الأنبياء خطاؤون وثم توابون. فإذا قلنا إن أكثر العلماء عبر العصور يقولون لا الأنبياء معصومون من الخطأ، إذن هناك استثناء من كلمة كل. كل بني آدم معناها في استثناء، هذا الاستثناء هم الأنبياء مثلا. هناك أناس قد يكونون محفوظين بحفظ الله تعالى، بعيدون عن الأخطاء كثيرا جدا. فإذا كل تفيد العموم، لكن عموم أغلبي لا عموم قطعي لا يستثنى منه أحد. إذا فكل محدثة بدعة، هذه الكل نفسرها وفق حديث آخر، يمكن أن يستثنى منها؟ نعم. ما كيف تفسر وفق حديث آخر؟ أخرج الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كي لا أنسى لفظ الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولفظ آخر في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يفسر كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف؟ حديث يقول من أحدث في أمرنا، أحدث كمان الإحداث مثل البدعة مثل المحدث، مش هو يعني شيء جديد، يعني شيء لم يكن قبل، يعني لم يعرفه الناس من ذي قبل، جاء الآن جديدا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ضع خطوطا كبيرة جدا وفكر معي في كلمتين، أمرنا هذا وما ليس منه. في أمرنا هذا يعني في ديننا هذا، في شؤون ديننا هذا، وإلا فما أمر رسول الله المقصود في هذا الحديث؟ هو الدين. من أحدث في أمرنا أي في ديننا. طيب هذا ما ليس منه، لو جاء إنسان فقال أريد أن أصلي مثلا بين الظهر والعصر، هل وردت سنة في الصلاة بين الظهر والعصر؟ في سنة خاصة اسمها الضحى العصرية؟ ما ورد مثلا. طيب أنا أريد أن أصلي في هذا الوقت، يقول هذه الصلاة تدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة خير الموضوع، صح تدخل في ذلك، ولكن بالمقابل هل ورد تخصيص هذا الوقت في هذا الزمان في هذا اليوم في هذا المكان بالصلاة بين الظهر والعصر؟ قال لا ما ورد. طيب أنا كل يوم من هالله لأموت أخذت على نفسي عاد أن أصلي بين الظهر والعصر، هل هذا من أمرنا أم ليس من أمرنا؟ ليس من أمرنا، لا والله هو من أمرنا.
ما ليس من أمرنا أن أقول سأصلي مثلا ركعة واحدة أقرأ في الركعة الأولى في الأولى وأنا قائم التحيات بدل الفاتحة، فهذا ليس من أمرنا. رسول الله أمر أن نقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وفي التشهد التحية. فإذا أردت أن أصلي فالصلاة من أمرنا، لكن وقتها وزمانها ومكانها اخترته أنا. هل يوجد نهي عن الصلاة في هذا الوقت؟ لا. إذن يجوز لي أن أصلي، فهل هذا من أمرنا؟ نعم هو من أمرنا. فلو أخذها سنة هو كل يوم يصلي. نعم أخذها هو سنة، هذه السنة قال هو أن رسول الله أمره بها، لا هو اعتاد عليها، نعم يجوز له ذلك، نعم يجوز. هو في كل يوم يقرأ 10 صحائف من القرآن منذ اليوم إلى أن يموت في وقت محدد في مكان محدد، يأخذ زاوية من المسجد أو زاوية من بيته يعتبر ويفتح المصحف ويقرأ 10 صحائف لا يزيد ولا ينقص. القراءة من المصحف هي من أمرنا أم ليست من أمرنا؟ طيب لكنه حدد وقتا وزمانا ومكانا واشتغل عليه، هل هذا يخالف أصل الشرع؟ لا لا يخالف أصل الشرع، إذن من حقه أن يفعل هذا. بالمقابل مثلا أصل الشرع فيه أن يسعد الإنسان بطاعة الله، أن يستشعر فرحا سرورا. قال مثلا منين جبت بهذا؟ قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بطاعة الله بذكر الله بالصلاة بالعبادات أمر مشروع، ليس مخالفا لأمرنا اللي هو ديننا، وليس ليس عليه أمرنا. كل أو نعم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ليس منه يعني ليس في من الدين. لو قال إنسان الصلاة الفرض 4 ركعات العشاء سأصليها 6 يا أخي أنا أريد التقرب إلى الله، فهو من أمرنا. لكن هو منه من أصل الدين أن تصلي 4 ركعات؟ لا. من أصل الدين أن تصلي، عفوا، من أصل الدين أن تصلي 6 ركعات؟ لا. من أصل الدين أن تصلي 4 ركعات؟ فلا يجوز لك أن تزيد على ما جاء به الشرع محددا، لا يجوز الزيادة عليه. لما قال لك رسول الله إن الفرض 4 ركعات فهو 4 ركعات، لا تزيد ولا تنقص. صلي 3 لا يقبل، صلي 5 لا يقبل. الآن صلي وحدك من غير الفريضة في أي وقت ما عدا أوقات الكراهة فلا حرج عليك، اقرأ من القرآن أي شيء في أي وقت فلا حرج عليك. الآن كلمة من أمرنا هذا أيضا، هل يدخل فيها أمورنا المعتادة كبشر؟ لا لا، هذه أمورنا المعتادة ليست من أمر الدين. بمعنى أنا أريد أن أكل الساعة 10 من مانع شرعا؟ لا. أنا أريد أن ألبس ثوبا لا يكشف عورتي لكنه مثلا لونه كذا قياسه كذا عريض، هل من مانع شرعا؟ لا. هل هو مخالف لأمرنا؟ لا. هذا في الأصل ليس من قضايا أمرنا، هو ليس من أصل الدين. الدين لم يحدد لك مقاسات ثوبك، لم يحدد لك نوع طعامك، لم يحدد لك وقت طعامك. إذن هناك أمور محدثة لم تكن في العصر النبوي لكنها أيضا ليست من شأن أمرنا، يعني ما العلاقة بالدين؟ تمام. الآن مساجدنا مثلا في العصر النبوي كان المسجد النبوي ترابا وحصباء، تراب حصباء. إذا قلنا أنه ليس من أمرنا أن نفرشها بالسجاد فلنخلي مساجدنا كلها من السجاد لأنها لم تكن في العصر النبوي. قال لا هذا أمر دنيوي، يعني اعتدنا عليه، ما اعتبرناه من أصل الدين، يعني ما واجب شرعا أنه نفرشه بالسجاد، بس نحن رأينا أنه أمر دنيوي ففعلناه. جميل جميل هذا الكلام. إذا هناك فرق بين ما ليس من أمرنا وما لا علاقة له بأمرنا أصلا، أمور الدنيا التي لا تدخل في الدين لا علاقة لها بها. إذن هناك بناء على هذا الكلام كله بدعة دينية وبدعة دنيوية. بالمقابل إذن هناك بدعة يمكن أن نطلق عليها حسن وبدعة يمكن أن نطلق عليها سيئة. لما قلنا هذا الرجل يصلي بين الظهر والعصر لم ترد السنة بذلك لكنه لا يخالف أصل الشرع أصلا، ما عقل أصل الدين، عصلي ومعب العقل.
ما عم صلي بدال الركعة ربع ركعة وسلم، هو واقف سلم وخلصت الصلاة، ما يفعل هذا. يصلي ركعتين تامتين مقبولتين مطمئن فيهما في وقت لم ينهى الشرع عنه، لكنه اتخذه ما عادة. فإذا هو يفعل أمرا لا يرده ديننا. طيب، هل يمكن كما قلت بناء على هذا الكلام أن نقسم البدعة إلى دينية ودنيوية؟ نعم. هل يمكن أن نقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ نعم. قال من أين جئت بهذا؟ أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن عمر رضي الله عنه في زمان خلافته مر يوما بالمسجد وهم أوزاع متفرقون يصلون. قال إيش يعني؟ يعني أنهم كانوا أفرادا. متى كان هذا؟ بعد صلاة العشاء، في أي وقت في شهر رمضان. ماذا يفعلون؟ يصلون التراويح. كيف؟ أوزاعا، يعني ثلاثة سوا، خمسة سوا، سبعة سوا، واحد لوحده، هكذا يفعلون. قال ليش ما كانوا يصلوا جماعة؟ لا، ما كانوا يصلوا جماعة. طيب، نظر عمر رضي الله عنه، تفكر، ثم قال أرى أن نجمعهم على إمام واحد. فجمع الرجال على إمام واحد هو أبي بن كعب، وجمع النساء على إمام واحد هو شخص آخر من الصحابة. صار أبي بن كعب يصلي بهم إماما رضي الله عنه في التراويح. بعد مدة مر عمر رضي الله عنه بالمسجد، فرأى الناس صفوفا خلف إمام واحد هو أبي بن كعب الحافظ الشهير الصحابي الكريم، فتبسم ثم قال نعمة البدعة هذه. هذا الكلام في صحيح البخاري. ماذا يقول؟ نعمة البدعة، سماها بدعة، هو عم يسميها بدعة مو نحن. عمر بن الخطاب الذي هو من المهديين يسمي هذا الذي قام به بدعة. إذا هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. عبوس فإنه نعمة، يعني شغلة كويسة، يعني شغلة منيحة، وجمعهم على إمام واحد. طيب في العصر النبوي بإمكان رسول الله أن يجمعهم على إمام واحد، قال إيه لم يجمعهم حتى لا تفرض عليهم. طيب في آخر حياته ألا يمكن قبل أن يموت، لا ما عاد يفرض شيء، أن يقول أوصيكم أن تصلوا التراويح جماعة، ثم مات رسول الله بإمكانه إلا لا؟ بإمكانه أن يقول ويموت لا يفرض شيء، لكنه ما فعل هذا. فجاء عمر فقال هذه بدعة، ونعمة البدعة هي بدعة منيحة. فإذا هناك تقسيم بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة، من أين جئنا به؟ من الكتاب، من السنة. طيب، هناك بدعة دينية وبدعة دنيوية، هل يمكن أن نقبل بالبدعة الدنيوية؟ من لا يقبل بها فليخرب نصف الدنيا كاملة، فليذهب إلى بيته، الكهرباء بدعة دنيوية، فلينزعها هي وصنابير المياه لأنها ما كانت في العصر النبوي. وكل بدعة، إذا فهمنا كل معناها كل شيء جديد معناها ما يجوز، فكل حياته الآن التي يعتمد جواله لهذا كله هذا ضلالة. قال لا، في شيء دنيوي، الدنيوي يعني يجوز إذا ما خالف الشرع يجوز. طيب والديني الآن عمر رضي الله عنه يقول أيضا نعمة، إذا في بدعة حسنة أيضا، ففي بدعة حسنة في الدين وفي بدعة حسنة في الدنيا، وكلاهما إذا لم يخالف أصل الشرع فهو جائز. هذا الذي أبحث عنه منذ بداية كلامي إلى الآن. الآن أنا في المسجد وأريد أن أفعل ما سمي بهذا الاحتفال بالمولد أو غير ذلك، فما هو التقصير له؟ وما هو الحكم الذي بإمكاني أن أسمي هذا التصرف الذي يقوم به بعض المسلمين في بعض الأماكن؟ أنا قدمت لكم بكل هذه المقدمة وأوصلتكم إلى ثلاثة أرباع النتيجة، وأنت باستطاعتك أن تفكر، وغدا موعد آخر إن شاء الله لمتابعة البحث، والحمد لله رب العالمين.